دونك هاد البروسيس دو بولون انتهى عام 2010 هو اللي اسس داك لو سيستيم ال ام دي ليسانس ماستر دكتوراه. دونك دابا كاين اعتراف وكاين تنسيق وكاين تشابه ما بين المسالك كلها في اوروبا. هاد لو سيستيم دو بولون ممكن مثلا في لو كادر ديال ايراسموس باش يتبادلوا الطلبه ما بين الدول الاوروبيه. ودابا ما كاينش شي مسلك في اوروبا اللي ما يمكنلكش ما تمشيش على الاقل 6 شهور تكون في بلاد اخرى دير دبلوم اخر، وهذا يعني تيغني المسالك كلها ديال هاد الطلبه. المغرب ما كانش خصو يبقى خارج هذا النطاق، وفي 2003 بدا المغرب حتى هو تيدخل هذا السيستيم ال ام دي في المسالك كلها. بدينا في ميدان الصحه عام 2005، ذاك المسلسل انتهى عام 2006 بدون نتيجه لانه كان بعض الخلافات ما بين الوزارات الوصيه. عاود خدينا هذا المسلسل عام 2013 وبدينا بالنظام الجديد عام 2015. الوغ كيفاش عملنا في هذا باش ندخلوا هذا الاصلاح؟ اولا تجمعوا لجان على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي، وتجمعوا المهنيين كلهم صيادله اطباء واطباء الاسنان، وخموا شنو هو النوع ديال الطبيب ولا النوع ديال الصيدلي ولا النوع ديال طبيب الاسنان اللي غادي يحتاجه المغرب في 20 30 سنه المقبله. دونك هذا سي لو بروفيل، يعني خرجنا شنو كيفاش خصو يكون هاد المهني ديال الصحه. من بعد هاد لو بروفيل ترجمناه لما يسمى بلو ريفيرونسيال دي كومبيتونس، سيتادير شنو هما المهارات اللي خص هاد المهني يتوفر عليها. ومن بعد ذاك المهارات ترجمناها بالتكوين، شنو هو التكوين اللي غادي يسمح لنا باش نوصلوا لهاد المهارات. دونك درنا ان مونتاج يعني متكامل متناسق لوجيك، وخرجنا بهاد التكوينات هادو اللي بداو عام 2015. اذا حنا رحنا في السنه هاد السنه الرابعه من المنظومه الجديده، وتنتمناو ان شاء الله باش نخلقوا واحد المنتوج اللي تيتلائم مع الحاجيات ديال المغرب وتتلائم مع التطوير والتطور اللي وقع في ميدان الصحه. تعرفوا بان ميدان الصحه تطور بزاف، دخلت له تكنولوجيات جديده، الابيديميولوجي في المغرب تغيرات، لا سوسيولوجي في بلادنا تغيرات، بزاف المعطيات تغيروا، وحتى لو باسيون حتى المريض ديالنا حتى هو تغير، ولات عنده حاجيات، ولات عنده دي زيكزيجونس، يعني طلبات ملحه، وخصنا كلنا ننظروا لهذه المسائل ونراعيوا لها.